كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتضمن مشروعات استثمارية أجنبية كبيرة بالتعاون مع الدولة المصرية. ولفت مدبولي إلى أن العاملين في المصانع التي شملتها الجولة هم من الشباب من كل التخصصات والذين يعملون مقابل رواتب لائقة. هناك استثمارات أجنبية كبيرة جدا من دول كثيرة جدا، الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم إنها استثمارات مشتركة مع مصر. كل العاملين في هذه المصانع شباب مصري وشباب يفرح وبيشتغل من كل التخصصات، خريجي جامعات المعاهد المتوسطة حتى المدارس الفنية، كلهم هما اللي بيعملوا رواتب لائقة جدا ليهم والحمد لله، وخدمات على أعلى مستوى. الأهم اللي أنا سمعته من كل أصحاب المصانع إن الأزمة الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي كانت فرصة رائعة ليهم إن هم يعمقوا نسبة المنتج المحلي، ويركزوا إن هم بدل ما بيستوردوا مستلزمات الإنتاج بقوا بيصنعوها النهاردة جوه مصر. عشان كده ابتدت المصانع دي كلها بيتكلموا على نسبة مكون محلي كبيرة جدا تتجاوز 70% فأعلى، والأهم إنها معتمدة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية لأن كلهم بيصدروا بره. هو ده المستقبل بتاع مصر الحقيقي، ان احنا نشجع هذه النوعيه من الصناعات، وان احنا نسهل لهم ونيسر لهم الاجراءات ونشجعهم على التوسع والشراكه مع الشركات العالميه الكبيره ان شاء الله.